السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الأعزاء في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم سماع وحكاية في موسمه الثاني. قال أبو العباس مولانا أحمد بن العريف الألميري دفين مراكش في كتابه محاسن المجالس، قال عن المحبة: المحبة أول أودية الفناء، والعقبة التي يتحدر منها على منازل المحو، وهو أول منزل تلتقي فيه مقدمة العامة بساقة الخاصة، وما دونها أغراض لأعراض، للعوام منها شرب وللخواص شرب. قال الله تعالى: قد علم كل أناس مشربه. المحبة وهي مقام من مقامات اليقين عرفها الصوفية بتعاريف، منها هذا التعريف الرائع للإمام مولانا أبي العباس أحمد الألميري: وإنك لا تجد صوفياً كبيراً أو عارفاً شهيراً إلا وتجد له قدماً في المحبة، لأنهم أسسوا مذهبهم على المحبة، فالحب أصل سبب وجود العالم، وعن الحب صدرنا، وعلى الحب جبلنا، فلذا جئناه قصدا ولهذا قد عرفنا. من أشهر صوفية المسلمين صوفي كبير يسمى في الشرق بشيخ الإشراق، وهو الإمام العارف الفقيه الفيلسوف شهاب الدين السهروردي، ويسمى بالسهروردي الشهيد أو بالسهروردي المقتول، نظراً لأنه قتل بعد أن اتهمه حساده من فقهاء حلب فأوعزوا إلى السلطان بقتله فقتله. وقد ميز العارفون بينه وبين اثنين من العارفين يحملون نفس الاسم، سمي يحيى السهروردي وهو المقصود عندنا والمعروف بشيخ الإشراق، سمي بالسهروردي الشهيد أو السهروردي المقتول، وسمي أبو النجيب السهروردي وهو واحد من أكابر الصوفية بكنيته أبي النجيب، وسمي الصوفي الشهير صاحب عوارف المعارف بشهاب الدين عمر السهروردي. المقصود عندنا اليوم هو سيدي يحيى السهروردي السهروردي الشهيد. قصيدته يعرفها الخاص والعام: أبداً تحن إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. هذه القصيدة ذكرها كثير من العارفين، من أشهرهم مولانا محيي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرها بالخصوص في كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار، في فصل من فصول هذا الكتاب سمى هذا الفصل كلام في السماع لبعض أصحابنا، وذكر هذه القصيدة. وحينما عرف السماع قبل ذكره لهذه القصيدة قال: السماع سر من أسرار الله تعالى، التي لا عمارة للقلوب إلا بها، فإذا مررت بسر به فسر به وسر مع أهله. ثم
يتكلم عن هذا السماع حتى يصل إلى القصيدة أبداً. تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح، والقصيدة كلها في معاني الحب الإلهي وفيما يلاقيه المحبون. ورحمة للعاشقين تكلفوا ستر المحبة، والهوى فضاحوا بالسر إن باحوا، تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح. وقد تكلم رضي الله عنه عن نفسه لأنه أفشى أسرارها، وتكلم عما حدث للحلاج حينما أفشى أسرار المحبة فقتل. وقتل كذلك أبو العباس أحمد بن العريف الألميري غدرا في مراكش، وقتل كذلك غزالي الأندلس أبو الحكم بن برجان غدرا، لأنهم جميعهم كانوا من المحبين العارفين. وهذا الحب أدركه هؤلاء الناس ولم يصلوا أبدا إلى نهاياته. يحكى أن أحد المحجوبين، وقد ذكر الحكاية مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه وغيره، جاء إلى مولانا أبي يزيد البسطامي وقال: شربت شربة يعني من الحب لم أظمأ بعدها أبدا. فتعجب مولانا أبو يزيد ورد عليه بقوله: الرجل من يحسو البحار ولسانه خارج على صدره من العطش. لذلك فالحب لا يحيط به أحد، ولا يمكن أن يقال بأنه هناك من ارتوى من شراب الحب. فالحب لا يمكن أن يرتوي به أحد بتمامه، لأنه لا بد أن يكون في طلب المزيد. وطلب المزيد في حب من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لن يصل إليه مخلوق أبدا. نبقى مع رائعة الإمام يحيى السهروردي الشهيد رضي الله عنه أبدا: تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانها والراح. تؤديه فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي.
أبدا تحن إلى thank you.
تستحي النور إلى